أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بالجميع، ويا رب تستفيدوا من كل معلومة أنا بقدمها. واليوم كيف بدنا نتخلص من مشاكل البروستاتا، عسر البول، مشاكل الحالب، الحصى، البهاق، بذور الخلة الفوائد الطبيعية لأبداننا اللي كانوا يستخدموها أجدادنا لحل هذه المشاكل. الأمراض كانت موجودة يا أخوان، في أمراض عصر، لكن في أمراض تناقلنا وصفاتها من أجدادنا وأجداد أجدادنا والمجربات منها، بذور الخلة للتخلص من مشاكل المثانة، وتخلص من حصى المثانة، توسيع الحالب. للناس اللي عندهم مشاكل كثير الفوائد لبذور الخلة، استخدموها أهالينا وأجدادنا للتخلص من الكثير من المشاكل والعلل، فبالتالي كانوا يستفيدوا منها، ومن أهم خاصية من خصائصها، واللي الآن الكثير من الطب يعجز عن علاج هذه المشاكل، المشاكل الجلدية اللي هي البهاق. وأثبتت كثير من الدراسات إنه بذور الخلة استخدامها جدا رائع للتخلص من مشاكل البهاق، ويا ما جربنا ويا ما استفادت الناس، استفادوا من بذور الخلة منقوحة أو مغليها ونضع عليها القليل من الكمون أو أوراق النعناع لأنه جدا مرة، فبالتالي نعم كانوا يستفيدوا منها أجدادنا للتخلص من هذه المشاكل، وأثبتت النجاح في كثير من الحالات للتخلص من البهاق. أيضا دورها، وما ننسى دورها الكبير اللي كانوا يستخدموه أجدادنا مغليها ومنقوحة للتخلص من مشاكل الشعر المتساقط، فكانوا يستفيدوا من المواد اللي بتحتويها هذه البذور للتخلص من المشاكل، علاج تساقط الشعر، وأيضا مشاكل داء الثعلبة، تساقط كثيف بالشعر، فكانوا يستخدموا هذا المنقوع لتنظيف فروة الرأس، وكانوا يستفيدوا. هذه الوصفات انوصفت بالطب الشعبي أجدادكم. هلا بحكي لك بدنا أدلة علمية، ما احنا بنحكي لكم مجربات أجدادنا استخدموها، والآن في مكملات غذائية منها في الصيدلية استخدموها، نعم أجدادنا. أيضا دورها القوي والكبير بالتخلص من مشاكل المسالك البولية والحصى والبروستاتا وتضخم البروستاتا للرجال فوق 40 و50 سنة، واستخدموها زمان في مصر والعراق والجزائر والدول العربية أخرى للتخلص من مشاكل الكلى والمسالك البولية وتخفيف آلام البروستاتا. يا أخوان آلام مش قليلة، سوء بالتبول وحرقة بالبول وشعطة ونار ومشاكل وآلام بالمستقيم، آلام بالجماع، فكانوا يستفيدوا. نعم التهابات المسالك البولية، التهابات البروستاتا، احتقان البروستاتا، فكانوا يستفيدوا منها. أيضا تخلصنا من مشاكل وحصوات الكليتين أو الكلى وحصوات المثانة وتوسيع الحالب، عشان توسع الحالب تنزل الترسبات والحصى اللي تفتت. نعم ولا زالوا يوصفوها ولا زالوا يستخدموها، ولا زالت البحوث بجروا الكثير من البحوث عن هذه البذور، بذور الخلة للبهاق، استفادوا منها الكثيرين من الناس ونجحوا الكثيرين بعون الله سبحانه وتعالى باستخدامها. وكثرتها الآن موجودة في مصر، وبيستخدموها بشكل قوي في مصر للتخلص من هذه المشاكل. إذا الفوائد الأخرى لهذه البذور على أبداننا أو لأبداننا، وهي إن شاء الله أنها تكون فعالة، إذا مفيدة جدا للتشنجات العضلية يا أخوان، مغليها نغلي قدر ملعقة صغيرة، هي مرة بذرة صغيرة ناعمة نغليها، ما بدنا انه نطحنها ونصب عليها ماء ساخن، اغلوها غلوة وتركوها تتنقع وصبوا صفوها
حطوا عليها من الكمون أو أوراق النعناع أو اليانسون عشان تخف مرارتها، ناخذ ما نحس بمرارتها وبالتالي نستسيغها. فبالتالي أيضا كانوا يستخدموها أجدادنا للتخلص من مشاكل الصدفية، وأيضا صنعوا منها كريمات سموها الإثمنطة في جمهورية مصر العربية للتخلص من مشاكل البهاق والتخلص من الصدفية، وأعطت نتائج إذا كانت صحيحة. النتائج بتكون صحيحة إذا الكريم صحيح مش مغشوش ولا مقلد. إذا بتساعدنا على تفتيت الحصى بالكلى وتقليل آلام الدورة الشهرية من فوائدها وخصائصها. مش بحكي لك بدي أشرب المر ولا أظل بهالوجع، شو أعمل؟ فكانوا يستخدموها أجدادنا بكثرة. أيضا في مصر بياخذوا عيدانها لتنكيش الأسنان، بحطوها أمامك على الطاولة بالمطاعم وبتنظف الأسنان بعيدانها، هذا للي ما بيعرفها. إذا حتى بتخلص النساء من مشاكل آلام ما قبل الدورة الشهرية. ما قبل الدورة الشهرية بتتألم تقلصات بالرحم، شيء آلام لا تصدق، بدها دكتور وبدها إسعاف ويا دوب يعطوها حقنة أو إبرة. فبالتالي نعم بتخفف من هذه المشاكل بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا ناهيكم إنه بتساعد على التخلص من التهاب القصبات والشعب الهوائية وأزمة الربو. هذه البذور ملعقة صغيرة فقط نغليها بالغلاية اللي نغلي فيها القهوة، نضع عليها قدر كوب من الشاي من الماء، ونطفي الغاز ونتركها تتنقع، ونصب مصفاية ونشرب. حطوا ورق نعنع، حطوا كمون، حطوا يانسون، فبنستفيد من خصائصها وأيضا نستطعم بشيء مش كثير مر. هي مر، لكن شوفوا أجدادنا كيف كانوا يستخدموها. إذا كانوا يستخدموها أيضا لحل مشاكل الضغط المرتفع، اللي ما بده ورق زيتون وبردقوش وسدر، فكانوا يتناولوا منقوحة بإذن الله سبحانه وتعالى أعطت نتائج مقبولة. أيضا بتخفف من ارتفاع الكوليسترول وبتنظم ضربات القلب، واستخدموها لحل مشاكل الذبحة الصدرية، لكن ممنوع نتناولها مع أدوية القلب نهائيا، وتمنع على المرأة اللي بترضع لأنه بنزل مع الحليب المرار، فالطفل بيفطم نفسه. فبالتالي بنستفيد من خصائصها، إلها خصائص ما شاء الله، إلها فوائد. لكن البعض ممكن تأثر إذا استمر عليها وزاد كمية أخذها مرتين وثلاث وأربعة، هي صبح وآخر النهار للي عندهم الحصى عندهم البروستاتا، قدر ملعقة صغيرة من هذه البذور، لكن ممكن تسبب الدوخة والدوران، ممكن تسبب الغثيان مثلها مثل الأعشاب الأخرى يا إخوان، ممكن تسبب فقدان الشهية، ممكن تسبب الصداع، ممكن تسبب حكة بالجلد. نعم هذه البذور مش للكل، ممكن تسبب اضطرابات بالنوم مثل ما حكينا، لها خصائص وفوائد. نعم هذه بعض الأعراض اللي ممكن تسببها هذه المشكلة. أيضا ممكن تسبب حساسية، يصير عندنا حساسية خصوصا إذا تعرضنا للشمس، حساسية الشمس، لكن ما نزيد بالجرعة، ممنوع على المرأة الحامل استخدامها لأنه بتسبب تقلصات بالرحم. وأيضا اللي عندهم مشاكل بالكبد يمنع استخدامها، يعني بيقول لك أنا عندي بروستاتا وألامها مش بتحمل، خلينا أخذها، وعنده مشاكل بالكبد يا أخوان انتبهوا، لا مرضع لا حامل ولا اللي عندهم مشاكل بالكبد، ما بدنا إياها. بتتفاعل مع بعض الأدوية، أدوية القلب، أدوية الذبحة الصدرية، يعني أنا إذا عندي أو متخوف من الذبحة الصدرية وأخذتها ما في عندي مشكلة، ممتازة، لكن إني أنا أخذ أدوية وأخلط ما بينها وبين الأدوية ممنوع، ما بدنا إياها. وأدوية الكبد ممنوع، اللي بتناول أدوية الكبد والفيروسات ممنوع، والأدوية اللي بتزيد أو بيستخدموها لحساسية الشمس
ممنوع نتناول بذور الخلة. أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا. أيضا بدي أذكر شيء، أدوية ارتفاع الضغط اللي بتناول أدوية للضغط لازم ما نستخدمها، هذه بذور الخلة استخدموها بشكل واسع للحصى، حصى الكلى، المثانة، حصى اللي بالحالب بتوسع الحالب، بتزيد قوة البول، للي عندهم بروستاتا تضخم بالبروستاتا. فأسأل الله سبحانه وتعالى، هذا والله القليل القليل عن هذه البذور، حبيت أختصر وأعطيكم هذه المعلومات فوائدها وأضرارها، فأسأل الله سبحانه وتعالى يعطيكم خيرها ويبعد شرها عنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى للشفاء للجميع. وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة، روحوا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.